بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 78. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على الآيات الثلاث من قوله وكأي من نبي، وقد وقفنا عند نهاية الآية فما ضعه وما استكانوا والله يحب الصابرين. فنقرأ قوله تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هم مع يعني هذا مما ذكره الله عن الأنبياء السابقين وأتباعهم أنهم عند الشدائد لا تزيدهم إلا صلابة وثباتا، ثم أيضا هم يظهرون هذا بقولهم ومخاطبتهم لربهم. وما كان قولهم، ما كان أي الشان والحال من حالهم، فاسم كان مضمر وقولهم منصوب على أنه خبر، على أنه خبر كان الناقصة. وما كان قولهم إلا أن قالوا، يعني ليس لهم قول سوى ذلك القول الحسن، وأنهم لا يقولون إلا ما يرضي ربهم سبحانه وتعالى عند المصائب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فالمؤمن لا يقول عند المصيبة إلا ما يرضي ربه سبحانه وتعالى، ولا يقول قولا فيه جزع أو فيه تسخط. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، هذا فيه أن ما يصيب المسلمين على يد عدوهم أنه بسبب ذنوب المسلمين. وما حصل للصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد هو بسبب ذنب طائفة منهم عصت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فعاقبهم الله عز وجل بما جرى. وهؤلاء الأنبياء وأتباعهم من قبل أيضا عرفوا أن ما أصابهم بسبب ذنوبهم، ولهذا استغفروا ربهم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا، اغفر لنا ذنوبنا. والمغفرة معناها المسامحة، والغفر في اللغة معناها الستر والدفن، دفن الشيء وإخفاؤه. فهم يطلبون من الله جل وعلا أن يسامحهم من ذنوبهم التي أصيبوا بسببها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، فأرجعوا السبب إلى أنفسهم. وهذا هو الإيمان، أن المؤمن يعلم أن ما أصابه من شيء فإنما هو بسبب ذنوبه، وهو مقدر من الله جل وعلا. ولهذا يقول سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. الإسراف هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحلال إلى الحرام، هذا إسراف. وعطفه على الذنوب من عطف الخاص على العام، لأن الذنوب ده يدخل فيها الإسراف، ولكن عطفه عليه من باب عطف الخاص على العام. وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا في المعركة أمام العدو بحيث لا ننهزم أمام عدونا.
وخص الأقدام لأنها هي التي يقف عليها المجاهدون في سبيل الله فلا ينحرفون يمنة ولا يسرة. ولهذا الصحابة لا ينهزمون أمام عدوهم مهما أصابهم، ولا يقع الطعن إلا في وجوههم، ولا يقع الطعن إلا في نحورهم، كما قال الشاعر: لا يقطع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل. فهم لا يجرحون من الخلف، وإنما تقع الجراح في مقدمة الجسم، مما يدل على ثباتهم وعلى أنهم لا يتزحزحون أمام عدوهم. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، طلب النصر من الله، فهذا فيه تفويض الحول والقوة إلى الله عز وجل، وأن المسلمين لا يغترون بقوتهم وكثرة جموعهم، وإنما يعتمدون في حصول النصر على الله جل وعلا. فإذا اجتمعت القوة الحسية بالسلاح والجنود، والقوة المعنوية بالإيمان والصبر والثبات، حصلت النتيجة بإذن الله. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فالمسلمون لا يغترون بقوتهم وسلاحهم، وإنما يطلبون النصر من الله سبحانه وتعالى: وانصرنا على القوم الكافرين. فهذا فيه وجوب الدعاء، هذا فيه وجوب الدعاء في حالة الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأنه سبب للنصر والتأييد. ولهذا في وقعة بدر وقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه كل ليله، وهو واقف يدعو ربه والصحابة نائمون من حوله، وما زال يناشد ربه عز وجل بالدعاء حتى منحهم الله النصر. وهؤلاء الأنبياء والربيون معهم يدعون الله عز وجل: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. دعوات عظيمة، وهي من أسباب النصر بإذن الله عز وجل. الخلو من المعاصي هذا سبب، والثبات أمام العدو وعدم الانهزام هذا سبب آخر، والنصر من الله عز وجل هذا سبب، هذا هو النتيجة، هذا هو النتيجة التي تترتب على الأسباب النافعة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.